ينضم إلينا من دبي مباشرة رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. رائد، أهلا بك. على بالحديث طبعا عن سعر الذهب، يبدو بأنه كان أداؤه مخيب هذه السنة لمستثمري الذهب. هل من المتوقع أن يبقى الذهب يتحرك في هذه النطاقات الضيقة على المدى المنظور في ظل قيام الفيدرالي كما هو متوقع بتشديد الفائدة لربما مرتين أو ثلاث في العام الجديد؟ يعني نحن نتحدث عن أنه الذهب حالياً ربما في الظروف الآنية هو بأفضل حالاته لا يزال محفق مساوية 1800 دولار للأونصة، ولكن ما يقبل إليه الذهب هو ضغط شديد باتجاه هابط بنتيجة أولا تجديد السياسة النقدية، وبالتالي يعني ذلك سيضغط بشكل كبير على أسعار الذهب بالاتجاه الهابط، وخصوصا طالما أنه دائما في كل الأوقات كان في عندنا فرص بديلة من الأصول ذات العوائد مخاطرتها أعلى بلا شك، ولكن لا تزال نوعا ما تحقق فرصا استثمارية أفضل من الذهب الذي لا يدر عائد. وبالتالي الارتفاعات التي شهدها الذهبية ارتفاعات تضخمية بحتة إن صح التعبير، وكذلك الأمر يعني خلينا نقول تدفقات أقل بكثير، يعني ذلك أيضا يعني تظهره بيانات التدفقات النقدية إلى الصناديق المتداولة بالذهب أنها متراجعة وتتراجع تدريجيا. هذا يعطينا يعني عامل إضافي على أن الذهب مقبل إلى حقبة ممكن أن تضغط به بالاتجاه الهابط ربما دون مستويات حتى 1750 دولار للأونصة مع أول شهرين من العام القادم، خصوصا من أنه ضرورة تشديد السياسة النقدية أصبحت واضحة، مستويات التضخم أصبحت يعني خطرة نوعا ما على معظم الاقتصادات في العالم، وبالتالي التوجه نحو سحب السيولة من الأسواق تشديد السياسة النقدية ربما يكون مهم جدا، خصوصا مع أنه لاحظنا كيف أنه معظم الحكومات تعاملت مع أوميكرون على أنه ليس بالخطر الشديد، بالتالي الإغلاقات الاقتصادية غير موجودة بشكل الذي عهدناه في بداية أزمة كورونا. هذا يضغط أكثر على أنه إذا كان عندي الاقتصاد مفتوح يجب أن يكون هناك سحب لهذه السيولة الفائضة حتى لا يكون يعني طيب. ارتفاع الأجور والتكاليف هو العامل المنغص على النمو الاقتصادي. طيب رائد، في ظل هذا السحب وتشديد السياسة النقدية، لماذا يبقى الدولار في الفترة الأخيرة يعني خاصة في تداولات هذا الأسبوع ثابتا وقرب مؤشر الدولار يتحرك قرب النطاق الحد الأدنى من النطاق عند 96 نقطة تقريبا أمام سلة العملات الرئيسية؟ لماذا لم يستفد من التوقعات بأنه أول رفعة في الفائدة قد تكون في مارس من قبل الفيدرالي؟ أعتقد اللفظ الأخير الذي كان من جيروم باول بأنه ضرورة أنه يكون في عندي سحب لبرنامج التيسير النقدي قبل أن يكون هناك اتجاه لأسعار الفائدة قلب الموازين بعض الشيء، أنه في عندنا تردد بعض الشيء من قبل الفيدرال الأمريكي بتشديد السياسة النقدية، وهذا ما أعطى مجال للدولار الأمريكي. ولكن خلينا نقول أن الدولار الأمريكي لا يزال بعيدا عن القاع عند 92، نحن نتحدث عن 96 ويقترب أكثر نحو مستويات فوق 97 ممكن أن نشوفها في أي وقت مع مطلع تعاملات العام القادم إذا ما بدأ التوجه الفعلي نحو تشديد السياسة النقدية وبدأت تظهر بيانات التضخم سلبية أكبر على الاقتصاد وضرورة التوجه نحو تسريع في برنامج في تقليص برنامج شراء السندات، وفي نفس الوقت التحديث عن رفع لأسعار الفائدة. لا أعتقد أن يكون مارس، ممكن يكون شهر مايو أول رفع لأسعار الفائدة منطقيا، يعني تدرج بالقرارات داخل الفيدرال الأمريكي والتوجه أكثر من قبل اللجنة نحو تشديد السياسة النقدية. رفع في مايو ومن ثم رفعتين في النصف الثاني من العام أعتقد سوف تنقل الدولار الأمريكي بلا شك إلى مستويات أعلى. شكرا جزيلا لك رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب من دبي، أهلا بك.